ساندويتش اللي كيتصاوب بالبان دو مي ايه والجبن والخيار. واخا هذا غادي وصفه سهله ايه وزوينه منعشه. ومنعشه في هذا صح. الصيف هذا. الوغ كنحتاجو الخبز ديال البان دو مي ايه ديال التوست. ديال الطوست، مش كنحتاجو نسيتهم. شويه ديال المليحه، الخيار، الجبن، ولا سيبوليت. ايه والثوم القصبي اللي هو لا سيبوليت. واخا ايه الوغ كنجيبو شي اناء كنديرو فيه الجبن ديالنا، ايه كنزيدو عليه شويه ديال المليحه والثوم القصبي اولا لا سيبوليت اللي كنكونو قطعناها مزيان. من بعد كنخلطو هاد لو ميلونج، كندهنو بهم الطوست ديالنا، وكنجيبو الطريفات ديال الخيار وكنحطهم فوق داك الجبن، الجبن. وبالصحة والراحة. دونك راه ساندويتش ساهل وزوين وخفيف ومنعش في هاد الصيف هذا. ساندويتش بالطابونات ديال الزيتون. الوغ واخا الطابونات هو واحد لو ميلونج الزيتون ايه ديال الزيتون كحل اللي كيجي زوين. الوغ غندوزو لهاد الوصفة هادي. ايه الطابونات كنحتاجو الزيتون كحل، كنحتاجو شوية ديال الهريسة، وشوية ديال التومة، شوية ديال العدنوس، ايه شوية زيت البلدية، وشوية الملحة، والإبزار. أو كنشدو الزيتون إذا كان عندنا بالعظم كنحيدو له العظم، وكنجيبوه في شي مهراز ايه وكندقوه مزيان حتى كيعطينا حتى كيولي خالط أوموجين، مجموع مع بعضياته. من بعد كنشدو أي خبز عندنا، سواء الطوست، سواء خبز ديال الدار، سواء خبز ديال الساندويتش اللي موجود، كندهنو به بهاد الطابونات هذا. وكنجيبو اي شاركوتري عندنا صافي، وكنحطهم كنديرهم فوقه، كنديرو فخوماج ولاصوص. لاصوص غادي نعطيهم لاصوص كوكتيل. هادي صوص كوكتيل هي الصوص ديال لي ساندويتش كاملين. فخوماج ديال هاد الساندويتش مثلا شنو اللي كيليق؟ واش كتهضر على فخوماج كريمي ولا فرماج مثلا بحال صلب؟ اللي متاح عندهم سوا كريمي سوا مربع سوا اي واخا حاجه موجوده. الوغ لاصوص اللي كنديرها من الفوق هذا مرافقة الساندويتش هي هذا هي صوص كوكتيل. صوص كوكتيل كنحتاجو لا مايونيز وصوص ديال كيتشوب، وكنزيدو عليهم شويه المليحه وشويه الابزار وشويه ديال عصير ديال الليمون سيترون. عصير الحامض. اييه واخا وكنخلطو بهم هذو، نديرهم في شي قريحه وكندهنو بهم هاد الساندويتش هذا. راه كيجي زوين وخفيف وواعر. الوغ هاد الصوص هذه كنصح بها المستمعين انهم يبقاو يديروها، هي اللي كتجي اكومباني مع لي الساندويتش ساندويتش.